فرح به واستقبله بهدايا كثيرة. ومع تعاقب السنوات بدأ الولد يكبر ويسن وبدأت أخلاقه تفسد. الجزائرية بخصوصه مليء بهذه المواقف والعبر لأسباب دخوله. وش مسألة تقرأ؟ مبارك للطرفين. والطيبة والتزاوج بين يعني مديرية الثقافة ومديرية التربية تحت شعار معا لننتقي، كتابا ليرتقي، ليرتقي الطفل، ليرتقي بالأخلاق، بالقراءة، بالمطالعة. هي حقيقة يعني تزاوج ولا مناسبة سعيدة جدا. مديرية الثقافة أبت إلا أن تشارك مديرية التربية في هذا الحدث، يعني فتحت هذا المجال ولا الفضاء في حديقة الشهداء، حديقة سيدي بالعباس، بيع للكتاب المدرسي وكذلك معروضات للكتاب بصفة عامة، كتاب الثقافي. دونك هو حدث جميل جدا، يعني كما ذكرت في سابقا أنه يعني تربينا عن مقولة خير 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 جليس في الأنام كتاب، يعني تذكرنا هذه المبادرة بأهمية الكتاب، وحتى لا يتغلب يعني العصرنا التي أصبح فيها يعني الكتاب الرقمي يعني منافس للكتاب الورقي. نتمنى من الأجيال الناشئة وحتى من الطاقم التربوي أن يركزوا على الكتاب الورقي لأنه صراحة هو الأصل. شكرا لوسائل الإعلام اتاحت لنا هذه الفرصة لتقديم كل المعلومات والمعطيات للرأي العام أو المجتمع المدني. استغل المناسبة لأهنئ الأسرة التربوية خاصة الأسيدة في يومهم هذا عيد المعلم المصادف ل 5 أكتوبر، فأشكرهم على كل ما يبذلونه من جهود. هذا جانب. الجانب الثاني يتعلق بانطلاق فعاليات الصالون الأول لكتاب الطفل، كتاب مدرسي هنا بجاردن بيبليك الحديقة العامة. هذا الصالون الأول بالشراكة ما بين مدير الثقافة ومدير التربية.